بزاف حنا مكرفصين، بزاف حنا مرتين، كل شي فينا. وراه الطراب كيولي طايح علينا داك الساعه، الكرد والطراب والبرق يدخل علينا حتى لهنايا، يدخل علينا. كنقولوا اللهم الموت ولا نولوا خارجين الزنقه. ما نعش كاع، الناس ناعسين وانا نبات فايقه، هادي عيني مقرضه حتى الصباح. منين نكونوا ناكلوا حاطين الطبسيل هكاك التراب والكرد يطيح علينا، نمشيو حاشاك انخوه. السلام عليكم، انا رين لطيفه من شنقيط، ساكنه انا حدا السوق، ساكنه وراه من بكري وانا ساكنه هنايا. انا ساكنه انا وبا وهاد الدريات بنات اختي بثلاثه وهاد الوليد. حنا كلنا ساكنين في هذا البيت. كنعانوا من البرد ومن الشتاء ومن الشمس، والدار دايره لينا عريانه، وراه مشلم بزاف وليدي بزاف اخي بزاف، وحنايا دايرين بزاف، وحنا مكرفصين بزاف، وحنا مرتين، كلشي فينا وليدي. صافي ملي توفى با صافي بقينا هكاك، ما كايناش، كل ما كاين اللي غيصير عليك، كاين اللي يعرفك طلع عريف من هنا، اللي ما كاين حتى اللي يدخل عليك، حتى شي معايا يقول لك هكا والو. ابا هو اللي كان هزنا، راه مشى هو اللي كان كاين بينا مسكين، ولقاوت ديالنا وليدي نوبه واكلين نوبه جالسين. صافي نوبه عندنا نوبه ما عندناش وليدي، حيت كنا عايشين حنا ابي با هو اللي باش كنا حنا عايشين. صافي وليدي ودابا ودوك رحنا قاسين، اش غنديرو؟ صافي مبقى حتى حاجه، وشكون غيعطيك هادشي؟ طلب واخا طلب كاع ما يعطوكش، كاع يعطوك اش غيدير ليك؟ والو. انا قلت لك هاد الدريات بنات اختي وبا الله يرحمه. صافي وراه الطراب كيولي طايح علينا داك الساعه، الكرد والطراب والبرق يدخل علينا حتى لهنايا، يدخل علينا. ما نعش كاع، الناس ناعسين وانا نبات فايقه، هادي عيني مقرضه حتى الصباح. منين نكونوا ناكلوا حاطين الطبسيل هكاك التراب والكرد يطيح علينا، نمشيو حاشاك انخوه. ديما الطراب يطيح. وشكون غيعطيك؟ شكون العطي؟ والله وليدي الله هو اللي كيعطي. لك يا شي محسنين يعاونوني، شوفوني في هاد الحالة. صافي وليدي بغيت منهم حتى حاجة، بغيتهم يعاونوني يشوفوا حياتي انا في قاعدة وفي عيشة. ما نكذبش عليكم وليدي القصر، يالله مخيرة في حسناتي. واش غندير وليدي؟ راني مليت كاع منها، بكيت. الناس قالوا لي سيري، قلت لهم غنمشي، قلت لهم الله ما نبقى هنايا، اللي جمد علينا راه حنا نمشو عند الله. وبانيت مسكين نيت، قال لي بنيتي شنو راه يجمد علينا هاد البيت؟ قال لي مازال انت راه بعد بكره تكوني ناعسه. انا قال لي راه ما نعش، قال لي البنت قال لي فايق، قال نقول شنو نهار يجمد علينا هاد البيت وحنايا تحت منه، يولو هازين من تحت من واحد مليانيت كبيره. طلب مسكين تبعته هنايا، مسكين عاد واحد السيده هنايا صاحبتنا،
هي ومات هذا يبات واحد واحد معنا نيت في الدريبه وانا وبان وهذه نباتوا هنايا لا نباتوا على الجيران هما يباتوا على الجيران حنا بيتين معبا صافي نقولوا اللهم الموت ولا نولوا خارجين الزنقه وتخرج كاع الزنقه بنادم غيديرك غيديها فيك انا كنطلب منهم يعاونوني يشوفوا حالتي كي دايره يعاونوني انا مبيت والو بيت منهم يعاونوني بيت منهم حتى حاجه يعاونوني يا وليدي على هاد الحال يشوفوني الزنت وليدي بالقياس القياس وليدي أقاس وليدي ما خدم حتى حاجة كدت بصحتي ماشي ما كدتش كدت بصحتي ماشي ما كانش عندي الصحة كدت بصحتي كنقول لهم يعاونوني وليدي يعاونوني يشوفوني في هاد الحالة راه يعاونوني الله يعطيهم صحيحتهم عم ربي يسهل عليهم ويربحهم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.